السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. هذا المؤتمر جاء بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد لتعزيز التواصل والشفافية بين المواطن والمسؤول. انطلاق المؤتمر الدوري الأول للوزراء، والدكتور القصبي يؤكد أهميته لتحديد المنجزات والمستهدفات والأرقام. مجموعة العشرين تعمل على إيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والناشئة. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إنسانية للشعب العراقي عبر منفذ عرعر الحدودي. أهلا بكم. قال وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي خلال المؤتمر الدوري الأول للتواصل الحكومي الذي عقد اليوم بتوجيه من سمو ولي العهد، قال إن المؤتمر يأتي بتوجيه مباشر من القيادة وينطلق من حق المواطن في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، كما أنه يعتمد على الشفافية والوضوح من خلال استضافة أصحاب المعالي ورؤساء الأجهزة الحكومية. هذا المؤتمر جاء بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد لتعزيز التواصل والشفافية بين المواطن والمسؤول، ويحظى بمتابعة مباشرة من سموه. ولو نتأمل قليلا في حديث سموه قبل كم يوم نشوف أنه اللغة كانت الوضوح، الشفافية، الأرقام، الإنجازات، المستهدفات. الدكتور القصبي أكد أن المملكة تعد من أفضل 10 دول في مجموعة العشرين في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاح. وسطرت المملكة أنها تكون أحد أفضل 10 دول في العالم لمواجهة هذه التبعات الاقتصادية. وأشادت المنظمات الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووصفوا المملكة أنها من أنجح الدول في مواجهة هذه الجائحة، سواء في تسخيرها للتقنية، في مواجهتها، في امتثالها، في حوكمتها لإدارة هذا العمل. وبإذن الله هذه فترة حتعدي، وأحب أبشركم أن احنا من أوائل الدول اللي ستحصل على اللقاح بإذن الله. ليش؟ لأن المملكة استباقا حضرت خطط استباقية واتفاقيات مع الدول والشركات للحفاظ على سلامة وصحة مواطنيها ومقيميها. وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أكد أيضا أن الفساد هو العدو الأول لأي مشروع، وأن حملات مكافحة الفساد نهج مستمر. الفساد سمو الأمير قال عليه أنه سرطان التنمية، وفعلا سرطان للتنمية، بس هو العدو الأول لأي نمو، لأي مجتمع. ليه؟ لأنه ما يصير في عدل، لا في منافسات، لا في حق لرائد الأعمال، تضيع الدنيا. مكافحة الفساد ركيزة من ركائز 2030. تحت شعار اغتنام فرص القرن 21 للجميع، تعتبر استضافة المملكة لمجموعة العشرين فرصة رائدة على مستوى الشرق الأوسط، وتعكس مكانة وأهمية المملكة على الصعيد الدولي. نتابع. لا شك أن تولي المملكة رئاسة المجموعة كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط يعطي زخماً لاقتصادات المنطقة، وينعكس على اهتمامها بتحسين الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، بالإضافة إلى الدول النامية، كما يبرز ذلك دورها كلاعب استراتيجي في إمداد العالم بالطاقة. وتركز المملكة على جانبين أساسيين هما
تعزيز الجهود التعاونية في ملفات الأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة، إضافة إلى اعتماد استراتيجيات محددات رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام. وضعت المملكة التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020 اغتنام فرص القرن 21 للجميع هدفاً عاماً لرئاستها تتركز حوله المناقشات الدولية، وستندرج النقاشات والمنتديات واجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هذا الهدف العام وفق ثلاثة محاور. المملكة برئاستها لمجموعة العشرين تمثل فرصة لتطوير التعاون إلى آفاق جديدة واستثمارها لتمكين الإنسان نحو مستقبل أفضل وسن سياسات اقتصادية مستدامة لحماية كوكب الأرض وفق رؤية طموحة وطويلة المدى. مجموعة العشرين وخلال رئاسة المملكة عملت على توظيف التقنيات الرقمية بإدراج تدفق البيانات والمدن الذكية وقياس الاقتصاد الرقمي والأمن الرقمي ضمن موضوعات جدول الأعمال. نتابع التقرير التالي. انطلاقا من حرص المملكة على التقدم في الاقتصاد الرقمي بصفتها ترأس مجموعة العشرين لهذا العام، فقد تم عقد اجتماعات لوزراء الاقتصاد الرقمي لاستكمال النقاشات المتعلقة بدور التقنيات الرقمية في الاستعداد للتعافي وضمان متانة أقوى للتصدي للأزمات في المستقبل، مما يولد فرصا مهمة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية وفرص العمل عالية الجودة. الوزراء ناقشوا مواضيع الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والتي تركز على الإنسان وتدفق البيانات والأمن في الاقتصاد الرقمي وقياس الاقتصاد الرقمي والتواصل العالمي. الوزراء أفادوا أن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة عامل ممكن أساسي لتطور الاقتصاد الرقمي، كما أنه محرك رئيسي للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة وسد الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافة إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته. وبرز دور وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجموعة العشرين بتعزيز دور قطاع الاتصالات في بناء مجتمع رقمي وحوكمة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر في ظل الظروف الراهنة لتفشي جائحة فيروس كورونا. مجموعة العشرين هو منتدى عالمي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والناشئة. تمثل مجموعة العشرين الاقتصادية الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية التي تمتلك 80% من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم. استحدثت مجموعة العشرين عام 1999 ميلادية بهدف تعزيز الحوار بين الدول الاقتصادية الكبرى ودراسة أثر الأزمات المالية لتنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصاديات العالمية. وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكات الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية. بدأت قمة العشرين أول اجتماعاتها في العاصمة الأمريكية واشنطن في شهر نوفمبر من عام 2008 بمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وأصحاب الفخامة قادة دول المجموعة.
وفي أعمال القمة 14 لمجموعة العشرين الماضية لعام 2019 في مدينة أوساكا اليابانية، ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفد المملكة المشارك. وتستضيف المملكة يومي السبت والأحد القادمين قمة قادة دول مجموعة العشرين لعام 2020 التي ستعقد في الرياض بشكل افتراضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجدة. وستركز دول مجموعة العشرين خلال القمة على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل. كما ستسعى إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة. قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية للشعب العراقي، وذلك عبر منفذ جديدة عرعر الحدودي الذي أعيد افتتاحه بعد إغلاق دام أكثر من 30 عاما. المزيد في هذا التقرير. قوافل الخير الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى الشعب العراقي أولى القوافل التي عبرت منفذ جديدة عرعر الحدودي بعد 30 عاما من إغلاقه وإعادة افتتاحه بمكرمة كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذانا ببدء عهد أخوي واقتصادي وتجاري واستثماري يشمل جميع المجالات والأصعدة بين العراقي العائد للصف العربي عبر بوابة الرياض. الافتتاح وصف بالحدث التاريخي بحق. افتتاح المنفذ جديدة عرعر يعتبر ثمرة من ثمرات العلاقات الناجحة بين المملكة العربية السعودية والعراق، هدية من خادم الحرمين الشريفين إلى الشعب العراقي، هدية تليق بمستوى العلاقات السعودية العراقية، يتم من خلاله إن شاء الله تبادل الكثير من السلع التجارية بين البلدين، يتم من خلاله بإذن الله دخول قوافل الحج والعمرة مستقبلا. واليوم أنا أعتبره شريان رئيسي يغذي العراق من خلال المملكة العربية السعودية. يأتي افتتاح المعبر التاريخي مع توقيع المملكة العربية السعودية والعراق على عشرات مذكرات التفاهم الاقتصادي وسعي المملكة لرفع حجم الصادرات لنحو 10 مليارات ريال، مع تقديم العراق 6000 مشروع اقتصادي وتجاري لمساهمة الشركات السعودية في مجالات إعادة الإعمار والبناء وربط العراق بشبكة الطاقة الكهربائية، فيما يوفر افتتاح المعبر نحو 35,000 وظيفة لسكان محافظتي الأنبار وكربلاء خاصة. نطمح أن تكون هناك حركة تجارية واسعة وكبيرة جدا. هذه الحركة طبعا تتبعها واردات، بالنتيجة تكون واردات تدخل إلى العراق بشكل كبير جدا وتعزز النشاط الاقتصادي بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه يلحقها خدمات أخرى من الجانب العراقي، تشغيل الأيدي العاملة، تفعيل بعض النشاطات الاقتصادية الموجودة والخدمات الموجودة. وتم إعمار منفذ جديدة عرعر الحدودي وإنشاء منطقة متكاملة للتبادل التجاري ونقطة جمارك ومدينة سكنية للمنتسبين وإعمار الطرق المؤدية للمنفذ بمنحة مقدمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هدية للشعب العراقي. بداية انفتاح اقتصادي واستثماري وتجاري وبداية عودة العراق أخيرا إلى الصف العربي. إيثار إبراهيم، تلفزيون المملكة العربية السعودية، بغداد. ختام النشرة مشاهدينا، هذه أبرز العناوين. هذا المؤتمر جاء بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد
لتعزيز التواصل والشفافية بين المواطن والمسؤول. انطلاق المؤتمر الدوري الأول للوزراء، والدكتور القصبي يؤكد أهميته لتحديد المنجزات والمستهدفات والأرقام. مجموعة العشرين تعمل على إيجاد فرص للحوار ما بين البلدان الصناعية والناشئة. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات إنسانية للشعب العراقي عبر منفذ عرعر الحدودي. ختام النشرة، أشكركم على طيب المتابعة. بإمكانكم متابعة أخبار قناة السعودية عبر حسابات التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. في أمان الله. We'll be right back.